الحكم ضدك في المحكمة، هل معنى ذلك أن انتهت القضية وخلاص موضوع ميؤوس منه ولا لا؟ خلوكم معنا بعد الفاصل. حياكم الله وبياكم في قناة المحامي سعد بن منصور العبنك. يسعدنا ويشرفنا تواصلكم معنا واستقبال استشاراتكم وحجز مواعيدكم في المكتب عبر رقم الواتساب الظاهر الآن أمامكم في الشاشة. كثير من الناس ينحكم ضده في الدرجة الأولى، الدرجة الأولى يعني المحكمة الابتدائية، فتجد أنه يراسل المحامي أو يبحث عن قانوني مختص ليدرس القضية، ويكون شعور هذا الشخص شعور اليائس، شعور اللي خلاص انتهت القضية بالنسبة له، شعور اللي مستحيل أن القضية ترجع أو أنه مستحيل أن حقك يرجع. الصحيح أن الحكم الابتدائي حكم خاضع للاستئناف، حكم يخضع لطرق الاعتراض، معنى ذلك أنك يحق لك أنك تكتب مذكرة اعتراضية وتعترض على هذا الحكم. عشان كذا إذا حكم ضدك في أي قضية، سواء كانت قضية جزائية أو قضية عقارية، ملكية عقار أو إيجار أو مثلا إخلاء أو ما إلى ذلك، أو أي قضية حتى لو كانت قضية إدارية أو قضية من لجنة مختصة أو ما إلى ذلك، فلا تظن أبدا أن الحكم هذا اللي استلمته الآن أنه خلاص انتهى الطريق. بالعكس، كثير والله يا جماعة الخير من الأحكام القضائية تنقض، وأنا وقفت عليها بنفسي، وآخرها قضية فضل الله نقض الحكم فيها لصالح موكلنا في قضية عقارية، وكانت قضية شائكة جدا، وكان موكلنا في الدرجة الأولى بعد ما حكم القاضي عليه يوم أنه جانا في مرحلة الاستئناف كان يائس جدا بشكل ما تتصورونه ولا ممكن تتوقعونه، لدرجة أنك ممكن لو تسمع كلامه تقول خلاص الحكم هذا مصيره أنه يتأيد بمحكمة الاستئناف. ومع ذلك بتوفيق الله وحده تم نقض الحكم، وانقلبت القضية رأسا على عقب. وقضايا أخرى كثير، قضايا جزائية ياما حكم على ناس أدينوا في الدرجة الأولى، ومع ذلك يوم جت القضية عند محكمة الاستئناف قررت محكمة الاستئناف نقض الحكم، والحكم بحكم مغاير تماما عن الحكم الابتدائي، وخرجوا بعدم إدانة وبراءة. فعشان كذا يا أخي الحبيب، إذا صدر حكم ضدك لا تيأس من روح الله. حتى أول حكم ضدك ترى دوبك في بداية المشوار، هذا الحكم خاضع لطرق الاعتراض، تقدم بمذكرة اعتراض قوية ومذكرة اعتراض دقيقة ومختصرة وبليغة ومركزة لدى محكمة الاستئناف، وقبل أن تتقدم بمذكرة الاعتراض توكل على الله، فمن يتوكل على الله فهو حسب. انتبه أنك تقول والله أنا بتعاقد مع المحامي فلان أو بجعل المحامي فلان يكتب لي مذكرة اعتراضية، والمذكرة أصلا هي اللي بتجيب لي حقي. بالعكس، المحامي مهما كان متميز، مهما كان خبير، مهما كان عنده حنكة وعنده خبرة وعنده حسن إدارة ودراسة لهذه القضية، في الأخير يبقى عمله عمل بشري يعتريه ما يعتري الأعمال البشرية من نقص ومن أخطاء وغير ذلك. في نهاية المقطع، إذا أعجبك المقطع كرما لا تنسانا بالاشتراك واللايك، واكتب لي تحت في التعليقات أي موضوع تبيني أتكلم عنه. الله يوفقنا وإياكم، نراكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.